لازم تنصفيها بالنص. هنبتدي طبعا احنا كده هنعمل سلسلة منفصلة، فاحنا هناخد مسافة من هنا. احنا مش اتفقنا ان احنا السلسلة بناخدها من تحت لفوق صح؟ هناخد اول واحدة اهي من تحت، هنخش في نفس الفتحة زي ما تعودنا اهو نفس الفتحة، وهتاخدي الحرف بتاع البوز بتاع ورقة الشجر، خيطك هتلفيه سواء يمين او شمال، المهم يبقى انتي خلاص انتي تعودتي على كده وكل شغلك هيبقى كده، يا يمين يا شمال. دي 3 فتلات خيط مالوني، هتبقى فتلة واحدة خيط كتنبلي، واسحب خيطي عادي خالص. وطبعا احنا اتفقنا في السلسلة المنفصلة بنطلع برا بملي، براها بملي. براها بملي وبسحب الخيط بتاعي. ادي اول غرزة معانا. هنيجي هنعمل واحدة يمين واحدة شمال، واحدة يمين واحدة شمال، بننزل تحتها بملي، ملي واحد، ملي واحد اهو شايفة المسافة، ملي واحد، واطلع بالابرة بتاعتي. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا بنخش فين، بنخش في نفس الفتحة اهي نفس الفتحة، وهخش من هنا بعديها في حتة 2 ملي مثلا، وهجيب الخيط بتاعي والفه ورا الابرة بالشكل ده كده، وايه واثبتها براها بملي، باقل من ملي كمان يعني، لازقة فيها بالظبط. هنيجي في اليمين في الشمال، احنا خلصنا اليمين، هنيجي في الشمال نعمل الغرزة التانية. هخش من نفس الفتحة اللي انا طالعة منها، وبعدين اخش جنبها جنبها بملي، جنبها بملي، والف الخيط بتاعي واسحب، واحط الفتلة بالابرة بعديها. بصي اهي شوفي لازقة فيها من بره، اقل من لازقة فيها. اللي بعدها بتنزلي اقل من ملي، اقل من ملي، شرطات ازاي ولا يهمك يا حبيبتي، ربنا يقويك يا رب. لا انا مش رسمها شرطات، انا رسمه ورقه شجر عاديه خالص اهي، بصي ورقه شجر عاديه خالص، وبقسمها في النص. ممكن تعمليها اللي هي ورقه الشجر اللي هي تبقى دي ماشي، وتتقسم بالنص بس. الباترون بتاعها، استني اوريك الباترون بتاعها. اهو البطرون بتاعها. لا معلش، هو هتلاقيني لما كنت بطبع ما بضغطش قوي بالقلم، عشان القلم الحراري انت حتى كمان لما بتضغطي بيه وبتيجي تكويه بالمكوى بيسيب اثر على القماش، فانا بضغط بالراحه يعني، بعمل بالراحه. بس هي اهي المهم ان هي واضحه لي اهي. لو انتوا عايزين تعملوا نفس البطرون نعملوه مع بعض ونكمل مع بعض في هنا، مفيش مشاكل. عايزين نعمل باترون جديد برضو انا معاكم، بس انا هوريكي ازاي تعملي الباترون برضو دلوقتي، عشان هديكي، بس انا هديكي تحديد النهارده، رسم التحديد، مش ملناش دعوه بورق الشجر. ورق الشجر هتعمله لي بره في الوقت الحالي. ده خط كامل اهو اهو،
بس ما تضغطيش قوي، سواء انت بتعملي بالقلم الرصاص او بقلم جاف او بالقلم الحراري، ما تضغطيش. ماشي بالشكل ده كده، طلعنا بالخيط بتاعنا من نفس الفتحة واخش في الحتة اللي جنبها بالظبط، واعمل ايه، عايزة تلزقيهم في بعض الزقيهم، عايزة تسيبي مسافة ما بينهم سيبي، اللي يعجبك ويريحك. انا قلتلك مفيش قواعد ومفيش قوانين، عايزة تسيبي مسافة سيبي. لو انا بس بنزل ملي تحت كل ايه واحدة عشان اعمل اللي بعدها. انتي مش عايزة تنزلي الملي ده، عايزة تنزليه اكتر، انزلي بحيث ان يبقى فيه فراغات ما بينها، وتحطي لون تاني ما فيهاش مشاكل خالص. استنى واحدة، ما انا قلت لكم قبل اللايف اللي عايز يخش الحمام. ايوه سامع حاضر. معلش انا اسفه. يبقى كده وضحت دي انا عاملاها هنا برضو. بصوا في فرق شويه ما بين بعض عشان الورقه كبيره، هنا عشان الورقه صغيره فانا مش سايبه فرق، عشان كمان ما يبقاش في فرق كتير قوي في الشغل اللي انا شغلاه جنبها. عايزه تنزلي مسافه 2 مللي كده، انزلي اهو، بس طبعا يبقى كله كده، يبقى كله المسافة دي. يعني ما تنزلي ليش 1 ملي في البداية وبعد كده ايه تنزلي كل بعد كده 2 ملي، لا مش هتبقى شكلها حلو. 2 ملي بس، يعني ايه 2 ملي صغننين، يعني مش 2 ملي 2 ملي بالضمير يعني والذمة كده، لا يعني ممكن 1.5 ملي مثلا، وعلى خطوطك وتلفي الخيط ورا الإبرة وتطلعي بالإبرة من بره أقل من 1 ملي. أظن كده وضحت معاكو جدا. احنا هنسيب 1.5 ملي أهو، ومن نفس الفتحة، اوعي تخشي في حتة تانية، نفس الفتحة انا لسه موريالك الغرزة نفسها بره بتتعمل ازاي، ومفيش مشاكل لو قلتيلي عيدي. انا قلتلكو المهم تطلعي من اللايف فاهمة كل حاجة. دي اسمها غرزة السلسلة المنفصلة عشان اللي لسه داخلة. بنخش من نفس الفتحة وبناخد المسافة من هنا كده اهي، تلفي الخيط بالشكل ده ورا الإبرة وبتسحبي وبتخشي من هنا كده من براها بالظبط. تفضلي رايحة جاية رايحة جاية، واحدة شمال وواحدة يمين لحد ما تخلصي ورقتك، ما تسيبيش فيها أي حاجة. لقيتي القماشة بتاعتك مرخية شديها، شدي قماشتك وانت شغالة. اظن كده مفيش اسهل من ورقة الشجر دي، صح؟ هبعت لكم رسومات وهقول لك في اخر الحصة تعملي الباترون ازاي، الباترون العادي اللي هو في القماشة طبعا الخفيفة، لكن لو على قماشة تقيلة هطلع لكم ان شاء الله وهعرفكم تعملي الباترون اصلا
تجيبيه ازاي وتشوفيه من على الموبايل ازاي. وهبعت لكم برضو الفيديو المسجل بتاع المحاضرة بتاع اللايف بتاع اللي قبليكم، بحيث برضو ان انتوا يبقى معاكم ايه كل حاجة. طلعت معاكم مثلا نسيت كلمة ولا حاجة، او قايله لهم كلمة زيادة، يبقى ايه، يبقى انتوا معاكم كل حاجة. عشان طبعا يعني ايه ابقى مدياكم كل حاجة صح، محدش يدعي عليا بعد كده. محدش قال لي كده تمام، كنت وقفت والله من بدري اللي انا بعمله ده، مش شرط ان انا اكملها كلها معاكم يعني. احنا كده خلصنا اخر واحدة اهي، وخلصنا خلاص. ممكن على فكرة تخش فيها من جوه بلون تاني، يا ريت يا حبيبتي الله يكرمك. ممكن بقى نخش من جوه بلون تاني وهعرفكوا ده برضو بيتعمل ازاي، وبنثبت خيطنا من ورا عادي خالص. يبقى احنا كده خدنا النهاردة على السريع كده سلسلة متصلة، سلسلة منفصلة، ضفيرة، غرزة البطانية. احنا كده عملنا، شوفي ورقة الشجر بغرزة السلسلة.